احنا اللون الغبر وجهي والغربه ماشي محنا الغاشي كاع باهاوير حنا اللي ريحنا اي ولا شافو كني يدورو بيك من الصبا عينا نلقى ورط علينا غير صدا اي بيري يا بيارة بيري وديني من البلاد بيري يا بيارة بيري وهنا نحلالي بعد بيري يا بيارة بيري وديني من البلاد بيري يا بيارة بيري وهنا نحلالي بعد بيري يا بيارة بيري احنا اللون الغبر وجهي والغربه ماشي محنا مزيانين تخمين مع راسكم هانيين اش كتعاودوا جبرتونا غادي نخرجوا ان شاء الله نضربوا شي دوره وغنديكم تسراو معنا ان شاء الله فين مشينا. المهم ما تنساوش اول حاجه اللي شاف الفيديو تابونا واشترك معنا, واللي بغى يدخل عندي الانستغرام ديالي انا نخلي لكم تحت قناه تحت الفيديو كتابه زرقاء اللي بغى يدخل عندي الانستغرام. مرحبا بكم, مرحبا بكم كاملين بكم وكمان البروغرام دابا في السنسور عاود دابا مثلا انا عملت كنت في الطبق السادس وعملت زيرو نعاود نقى الاخراني ملي عملت نعاود نقى الاخراني انا كنصور ونسيت والراجل نمره الطبق الثالث تكى عليا تكى في السنسور باش يقدر يوقف في الثالث انا سحب لي في الزيرو جيت نخرج قال لي نو 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 باقي ثلاثه طبقات من تحت حيت انا كنت تبارك الكاميرا وما كنشوفش شي فهمتي سحب لي انا جيت نقع هو يطلع وانا نمشي بحالي دوخت معليش فوبراني راجل كبير خرج واحد الميكا فيها قرعي دجاج ما قدرش هو الراجل كبير ما قدرش توصل حتى حيت مره راسو ما قدرش يهز هزيتها له يعني قدر نسيبها مشيت عندك ديال هنايا عندهم كوستر فيه دجاج هذا بلي بلاستيك مشيت انا نزلتها له تما بوبري عجبو الحال فهمتي قال لي غراسياس قال لي فين كتسكن قلت له الطبق السادس قال لي صافي حنايا معرفه راجل كبير بوبراني فهمتي باين فيه كبير ايوا ما عندنا ما نعملو دير الخير تلقى الخير ما عندك ما تعمل ها انتم اخوتي هذه هي اسبانيا وجبرتونا دابا غادي ندورو شي حاجه وبقاو معايا اخوتي بقاو معنا المهم حنايا كنشوفو فين مشات شي بلاصه مزيونه نصور لكم شويه صافي يلا بقاو معنا وما تمشيوش بعادين وما تنساوش تابوناو معنا وتشاركوا معنا في القناه ديالي وتدخلوا عندي الانستغرام ديالي راه تحت قناه وبقاو معنا ومن هنا الاتجاه هذا ما كاينش فيه الشرقي بزاف فهمتوا كيفاش انتم كتشوفوا الدنيا كيفاش عامله المهم الحومة ساكتة ما فيها لا صداع لا والو حنا اصلا في وسط المدينة ولكن كاين الحوامي كيكونوا ساكتين ما فيهمش الصداع بزاف ما فيهمش الحديد بزاف ولكن حنا غنزيدو غير واحد 50 متر غادي تجبر عاوتاني بنادم ماشي ماجي وكذا فهمتو كيفاش خاصكم تكونوا ضحك محمد شوية باش ينشط الفيديو ماشي معصب والله ما معصب غير كضرب فيها قايلة وكنبقى نهضر هايداك هانتي ما النشاط قايلة حنا قلت لكم راه الجو ها قايلة والبرد امور هي هذه دابا كتشوفوا مثلا دابا كتمشي واحد 50 60 متر كيتبدل الهيت دابا تشوف عاوتاني تيتيز عاوتاني راه بقاو معايا بحال الدنيا واعره بعد دخلنا واحد المشروبه ماشي المشروبه هذا المحلو بحال المناضة بحال هذيك المهم كيبرد العطش هاي الا جاني العطش قلنا الماء في شكل الماء باقا عندهم فاسلي الماء عندهم سبحان الله راه في مدريد عندهم الماء كريفو حسب الماء باقا خباركم الماء كريفو والله ما تشبع منه اللي كيكون بردي الشرق انتوما كتشوفوا ملي كنبغي نصور لكم سبحان الله اصلا دائما الشرقي مدريد فيها دائما الشرقي اسبانيا دائما فيها الشرقي فيها قايله فيها الشا سبحان الله العظيم اي حاجه قلبتي عليها في اسبانيا كتلقاها فهمت اي حاجه قلبتي عليها في اسبانيا كتلقاها اي حاجه الشتاء الريح الثلج البرد الحمد لله وانت ما كتشوف اخوتي اللي بغى شي معلومه على حسب مثلا اللي بغى يعمل فيزا ولا اللي بغى المهم اي معلومه بغى شي واحد مثلا الناس اللي كتقرا كيفاش بغات تدفع فيزا ولا الناس اللي خدامه في الشركه ديال الخياطه كيفاش بغات تدفع فيزا ولا الناس اللي عندها كوميرس ديالها كيفاش بغات تدفع فيزا هادشي كامل اخوتي اللي بغى هاد المعلومات يدخل على الانستغرام ديالي وباقي نحط لكم شي فيديو على هادشي شي على المعلومات ان شاء الله باقي يكون غير خير ان شاء الله بقاو معنا المهم هاد الفيديو ما يجيش طويل بزاف نوريكم غير بلايص فين كنمشيو فين نجيو حنا اخوتي تسخنا دينا واحد السخيره هنايا ميكا المهم تسخنا نمشيو نعدلو الغدا ديالنا نطيبو الغديوه ديالنا عدلو الغديوه ديالنا نتوما عارفين حنا راه زوبريه رانا مجوجين لا والو سيليفاتير طبيعة الحق سك طيب عاد شي شهيوة وكدا ما نحرقش الطاجين ولا الكاملة بحال اللي حرقتها واحد النهار حق ماشي مشكل السلعة كتدخل في الراس ملي كتحرق هانتوما خوتي اللي بغا يدي الحوايج يبيعهم هانتوما والله إلا كاينين بياس هنايا جداد باقي السيكان وكدا اللي بغا يشري يبغي
كاينين الناس هنايا مغاربه كيجمعوا هادشي كيعاودوا له كامل. الله يرحم كل واحد اللي ما خدامش بوري كيهز لك شي هذا ما عندي ما زعما كلارو ضروري هادشي فيه فلوس. شوف هذاك راه فيه فلوس الساك تقدر تبيعها ب 10 الاورو 15 الاورو جاتك غريبه هذيك. وعاد البياس اللي كيكون واعر هي ملي كتخرج في الصباح بكري ملي كنخرج نخدم في الصباح كنجمع البياس واعر. واحد النهار جبت واحد بيسي ما بغاش ما خدامش ما عندوش شي بدري ولا سمحت بيسي جديد ماشي في الزبال كيكون زعما كيشيبو شي يوم الزبال بحال حنايا هما بياسه باقي مزيانه خدامه كيحطوها هما عندهم واحد البلاصه خاص د بياس جديد بياس زعما اللي باقي خدام عندهم بلايص خاص د بياس اللي مهراس عندهم سطر خاص ديال الدجاج سطر خاص ديال الحوايج سطر الزبال حاجاتكم خاص ديال الزبال المهم كل حاجه عند الاخ الخاصه ديالها كاينه ديال الدجاج سطر الزبال الدجاج خاص فيه الدجاج كاين سطر خاص البلاستيك ديال قرعيه البلاستيك وكاين سطر خاص ديال الميكا المهم كل حاجه عندها سطر ديالها ماشي بحال حنا في المغرب عامل لك الترويله مع الصابون تقشوع مع الخبز مع هذيك هنا كل حاجه بوحدها. سمحوا لي على هذه الكلمه خوتي عافاكم سمحوا لي على هذه الكلمه عافاكم. المهم علينا حنا كنوريكم وقبلوا معنا هانتوما وباقي بقى نهضر لكم في مواضيع دابا راه كنجمع لكم نهضر لكم شي مواضيع مزيونه راه واحد الفيديو عندي واجد اخوتي خصني غير نبريباري خصني غير المهم خصني غير نعدلو هذيك نسكسف عليه ونحط لكم ان شاء الله واحد الفيديو خاص بالناس اللي بغات تعمل فيزا ولا شي حاجه كتخدم. المهم جميع القوانين الفيزا هضرت فيه فيديو فيه تقريبا شي 21 دقيقه قريب ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو. هانتوما اما حاله جينوس بقاله جينوس ما كنت كتعرفو كلارو هانتوما. السلام عليكم معاون حلق ديالي هذا مغربي هذا قلت السلام عليكم حيت مغربي ديالي هذا نحسن عنده بوفري مره مره. المهم هو اللي كنحسن عنده هانتوما خوتي الشراب الشراب ايه يا وليدي عرام قرعة والكاس هذه هي الغربة القرعة والكاس بوتيك هاد الحوايج وكدا هذه هي الغربة القرعة والكاس اخوتي الله يعفو على كل واحد خلينا غير مع الماكلة ديالنا والخدمة ديالنا والرياضة ديالنا بارك علينا كلارو ضروري هاي الحجة والحاجة هاد ديال الحب الحب ايه يا وليدي الناس 60 عام عاملة الحب ايوا عندك مثلا اخوتي ها ما حد الخضرة البس حوايجك الله يمسخك البس حوايجك هانتوما خوتي ها القهوة خاصة ديالهم عازين ديك القهوة ديالهم هادي باش تدخل بلا ما تتقهوى لا والو خصك تخلص اورو الخا تدخل القهوة داخل مع جاتك تدخل خصك تخلص اورو واعرة هادي هاديك اورو مشي ندي فيها انا جوج الخبزة تاع عمي ديالي ما ندخلش انا عندك تما هانتوما خوتي الطبيعة وشي حاجة واعرة هانتوما كتشوفو هادا الرياضة هادا باركي هما كيقولوا له باركي حنا باركي كنقولوا لهم باركي الطوموبيلات كلارو عادي ما تشوفوا الدنيا كيفاش عامله زين الدنيا كيفاش عامله باني 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 شفتوها كلارو شفتوها. المهم ما علينا المهم اخوتي نتوما كتشوفوا دابا حنا اصلا في مدريد كنصور لكم دابا الحومات اللي قرابين ان شاء الله ومن بعد نصور لكم كاينين الحومات كاينين الحومات بعادين شويه نقدر نمشي لهم ان شاء الله نصور لكم تما انا اللي ما نكونش خدام نمشي نصور لكم فالفابور خصكم تسمعونا عافاكم تسمعونا قريب ان شاء الله فهمتوا تكون بحال نقول لك من هنا واحد السيمانه نقدر نعمل لكم شي فيديو ان شاء الله شي بلاصة عاود بعيدة كل سيمانة نعمل لكم حومة جديدة دابا راه ما كنعمل لكمش نفس الحومة كل نهار كنصور لكم بلاصة جديدة هادي هادي راه بلاصة أصلا بلاصة جديدة هادي هانتوما كتشوفوها تشوفو ديك غادي نوريكم واحد جوجة هما فين هما كيشيرو عليا كيجبدو فلوس من البنكة شوفو كيضحكو معاهم شحال ما علينا دابا هذا هو الاخر ديال الفيديو اخوتي وتهلاو ليا فراسكم تاع الزيا ستيتو كتشوف هذا هو الاخر ديال الفيديو اخوتي تهلاو ليا فراسكم ما تنساوش تابوناو معايا في القناه ديالي تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع صحابكم وان شاء الله اللي بغى يدخل عندي الانستغرام ديالي اللي بغى شي منهم يدخل عندي الانستغرام ديالي تحت الفيديو نخلي لكم يلا تهلاو ليا فراسكم الساعه الخير ان شاء الله نتلاقاو.